بسم الله الرحمن الرحيم. اللي حصل ان احد افراد الشرطه العسكريه تسلق الى سور الجوازات واخذوا عليه السلاح وخرج الى خارج مره ثانيه واخذ السلاح من زميله واطلقوا النار ادى الى مقتل احد ضباط الجوازات العقيد نصر عبد الجنائي. ان شاء الله الان الامور طيبه ويتم ضبط الجاني واداء السجن.